بالك اطلع من دي اطلع من لو قالوا لي اطلع هطلع هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى وانا محمد جايلكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده يعني هرد على الاسئله وكده هرد على الاسئله اللي بتجننا الناس كلها الترند اللي طالع. فقررت اللي بعد طول غياب وطول انتظار الحمد لله رجعت لليوتيوب ومن الفتره الجايه فيديوهات. رجعتيش لوحدك لو سمحت؟ انا موجوده. رجعتيش لوحدك؟ ايه رايك بقى في هي لابسه زي ماتشنج. انا اللي جايب الاول هي لابسه زي عشان قابل بكده. المهم يا جماعه اول حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واهم حاجه تدعمونا بقى عشان ايه؟ اما اشوف بقى انت عايزين نطلع مع محمد ولا لا. اما نشوف من الاخر بقى يا جماعه ايه ها ايه بقى. لا بجد ادعمونا، عايزين دعم عشان نستمر. بصوا بقى يا جماعه فانا هشوف بقى انت عايزيني يعني الكائن ده اكيد عايزين الكائن هيتنكد عليا بعد الفيديو هيتنكد عليا. فبس يا جماعه احنا نزلنا اسك بقى عشان ايه؟ نشوف اسئلتكم. فانا دلوقتي فاتحه الانستجرام واشوف بقى ايه الاسئله بقى يا ترى عايزين تعرفوا. يا رب ما نصدم. بس اول حاجه كده اتعرفتوا على بعض ازاي؟ السؤال ده متكرر كتير قوي. بص يعني متكرر كتير جدا. مش عايزين غير تعرفوا السؤال ده. ماشي تمام. عرفنا على بعض ازاي؟ اول حاجه انا هقول احنا كنا مع بعض في الجامعه اتجنن عليها بقى. هو كان عايز ارتبط بيا وكده فانا قلت له لو لا احنا ناس شرقيه شرقيه. فين اخي عامل ايش؟ مش لها وراك بس يا ابني انت فوق راسنا يا ابني. بقول لك انا شرقيه يعني ايه؟ استني بس انا شرقيه ولا من الشرقيه؟ احنا مش شرقيه. ناس شرقيه قصدهم انهم ناس شرقيه يعني شرقيه ناس حديد كده. انت حديد؟ المهم يا جدعان المهم يا جماعه فجي قال لي لا يعني هو معجب بيا وكده فقلت له كلم اهلي. فعلا كلم اهلي. الكلام ده من يعني هو كان بيظبط نفسه الكلام ده من سنه نفسه. يعني كان بيجهز هم فاهم هم بيفهموني بظبط نفسي بس اشور وبغير وكده بقالي سنه بس اشور بدينا قوي يا جماعه بالك اطلع من دي اطلع من دي لو قالوا لي اطلع هطلع نشوف لكم الفيديو بعدين ابقى اطلع من الفيديو كده يلا. المهم بس فتعرفنا على بعض وعايزه اقول لكم كان في حرابيق كتير تس انا صعبان فبس بقى انت عندك من يعني حرابيق يعني حرابيق يعني بنت حربوقه كده بالسلكه. بصوا يا جماعه بعيد عن اي حاجه انا تعبت قوي عشان اقعد القعده دي اقسم بالله بجد. محمد ما تكلمنيش غير لما تيجي لي البيت من بابه. اي حد بيوصل لي بالسهل يا جماعه بصراحه. اصلا فعلا النجم عليا لازمتها عشان اوصل لها. السؤال التاني بقى السؤال الجاي بقى ايه رايكم في الترند اللي مكسر الفيس اليومين دول او اليوم او النهارده او امبارح؟ مش الفيس بس على فكره ده في كل حته انستجرام فيس في كل حته. احنا يا جماعه الترند اول ترند انا اقسم بالله مصدوم انا مش عارف ليه. اولا كده يا جماعه احنا اصلا ما كناش نعرف يعني ان احنا طالعين ترند. احنا انا نزلت الفيديو نمنا صحينا لقيت الواد ده ترند يعني ولقيتني ترند ولقيت كل الناس زعلانة على اللي حصل له. يا عيني على كسرة قلبك يا بنتي. يا عيني على كسرة قلبك وانا بقى يعني وانا اجيب مناديل وامسح نخش في الموضوع. فبس يا جماعه انا كنت نزلت الفيديو انا كان من غير قصدي هحكي لكم اللي حصل. انا كنت مصوره كل يوم او لما جيت اقدم لي كنت بصور كل يوم على يوم قرايه الفاتحه. فكنت فاتحه الفيديو مثلا فاضل يومين فاضل ثلاث ايام فاضل اربع ايام. فالمهم بقى ايه كنت مستنيه اليوم وفرحانه جدا. جه على اليوم بقى اللي هو قرايه الفاتحه فكانت الدنيا زحمه وكده فقلت له تعالى محمد عشان نصور. فقفنا جاي نصور قلت له تعالى نصور. واصلا الفلتر انا كنت بصور بيه كل يوم فلما بفتح الكاميرا تلقائيا كده بيجي لي فاتريه بيجي على محمد. انتوا عارفين الانستجرام الفلتر ما بيجيش اصلا يعني على غير على واحد بس. هو المفروض يا جماعه الفلتر بيجي على بني ادم واحد او بني ادمه دي لو بني ادمه تمام فايه عامل الكاس انه يجي عليها بس فطلع عليه يعني انا ما كنتش ملاحظه والله. انا كنت الناس بتقول لي ما لاحظتيش والله ما لاحظت. انا نزلت على طول وكنت فرحانه يعني تبقى بنت كل بنت عدت بالمرحله دي هي تعرف هي بتكون فرحانه ازاي. فانا كنت فرحانه وعايزه اعرف كل الناس بفرحتي وبفرحهم معايا. فالموضوع قلب بكثره فرحوا زياده شويه زياده لدرجه ان هم ما كانوش طايقنا. فبس يا جماعه هو ده الموضوع اللي حصل بتاع الترند وكميه تنمر. بس الحمد لله ناس كتيره جدا جدا وقفت معانا الحمد لله بجد. وبنشكر اي حد وقف جنبنا وساعدنا اصلا وبجد حاجه جميله جدا وانا بحبهم قوي 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 بجد.
بجد يعني الناس اللي كانت معانا و قوي قوي انا بحبهم قوي بس يعني خليها قوي قوي. تالت سؤال، مين بيغير على التاني اكتر؟ او ما بغيرش على حد عشان نكون متفقين، ما بغيرش على حد بصراحه. يعني انا عقلانية والله العظيم، يعني انا عقلانية ممكن اغير بس عقلانية. هو بقى دماغه طايرة. ده خلاص بقى تفتح عليها يا جماعة. انا بغير اعمل لك كده وتموت ماشي. يلا انا ماشي. رابع سؤال بقى عشان ننجز مش هنقفل الفيديو. بالنسبة لكم ايه معنى الحب؟ بالنسبة لكم ايه معنى الحب؟ حلو ابدا. لا بس ما نزلتش. لا هم اختصار كده بسرعه مع انه والله يوم ماشي. بصوا يا جماعه، الحب ده مش معنى ان انا شفت واحده حلوه او شكلها حلو او 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 فانا خلاص انا كده حبيتها. لا والله العظيم قبل اي حاجه بص الاخلاق، بص لبسها، بص لاهلها، اهلها دول اهم اصلا من البنت نفسها. شوف اصل البنت دي هل تنفع انها معلش يعني تفتح بيت تربي اولاد؟ ايه الافوره اللي انت فيها دي؟ ايه الافوره بجد والله العظيم يا جماعه؟ هل تنفع ست بيت؟ يعني بكلمكم ببساطه، تنفع ست بيت ولا لا؟ وبناء عليها بيتبني الحب. لان انا ممكن واحده ما تقدرش تشيل المسؤوليه، ما تقدرش، لكن انا من اول ما عرفتها طريقه لبسها واهلها وتعرفت على مامتها في المعهد واخوها وكل حاجه، يعني كانوا بيجوا المعهد وكنت بقى بشوفهم بقعد معاهم. بجد انا شرف ليا اللي انا اتعرفت عليهم يا بنت. وانت بقى بتقولي معنى الحب انك تلاقي شخص تعدي معاه كل حاجه يعني، وانك تحبه فعلا. لا هو ده انك تحبه فعلا. الحب يعني حب ا لم معنى الحب. الحب معناه محمد سوقي اكشن. هو من الضحك. السؤال الخامس طن 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 طن. انتوا انتوا في سنه كام؟ انا احنا قلنا في اول الفيديو اللي احنا في ثانيه جامعه. بجد قلنا في مثلا ثاني جامعه. بس هو اكبر مني في السن. بس انا مستنيت ولا حاجه تقريبا، انا مستعجل على المدرسه مش عارف. فالمهم انا في ثانيه جامعه، بس هو سياحه وفنادق وانا نظم. احنا في نفس المعهد وكده. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ انتوا لايقين على بعض قوي. شكرا. حبيتها يا ناس، حطيتها في قلبي خلاص وقابل عليك. مش كنتي سنجل؟ كن ده طلع مطوه وهتبوظ الفيديو. لا يا جماعه انا سنجل فعلا. طب اول مره اروح انا. لا لا اول مره اروح. ماشي مع انه مش هيحسدونا الناس بتحبنا انا واثق يعني. طيب السلام عليكم. بم بم. سؤال التاني بقى مش انا طويل. مين بيحب التاني اكتر؟ او يعني بيحبك من زمان ولا لا؟ بيحبك من زمان ولا لا؟ ولا بيحب التاني اكتر؟ بصراحه احكي لهم بتحبيني من زمان ولا لا؟ بس انا احكي لكم بقى حاجه محدش يعرفها، هي عارفاها بس محدش غيرنا احنا الاثنين يعرفها، ويمكن مثلا صحابنا قريبين قوي. المهم بقى خدوا بقى صوت. بصوا يا جدعان، انا اول ما عرفتها قبل عيد ميلادها بشهر. ما كنتش عارف اعمل ايه في عيد ميلادها، بجد ما كنتش عارف اعمل ايه، كان نفسي افرحها. قمت عملت ايه يا جدعان؟ عملت صدمه، بجد صدمه. لقيت نفسي قاعد في البيت مش عارف اعمل ايه، قمت واخد شنطتي على كتفي، قمت مسافر اسوان. انتوا متخيلين انا سافرت اسوان؟ اسوان رحت هناك. اسوان بعيد قوي. صورت لك كليب اغنيه، كنت واخدها هي منا انت قلب بتنفسك. صور لي كليب يا جماعه اغنيه، طبعا كلهم هيموتوا وهيسمعوا الاغنيه كلهم. انتوا منزلوها على اي قناه؟ القناه بتاعت القديمه تقريبا. القديمه؟ لا هنحط لكم قناه اللينك الجديد. انا هحط لكم عامه لينكها يعني. هنحط عامه الاغنيه. يلا اشحن منكم الحياه. الاغنيه اسمها ايه؟ يا منا انت قلبي بتنفسك وربي، بتنفس عشقك لما تبقي قاعده جنبي. عيد ميلاد عيدك وعندها لازم انا اغني لها. مش حافظ 18/2 جت على الدنيا عشان عايزها. حلو قوي. مش عاجباني صراحه. بيقولوا لي انت قرايب؟ لا احنا مش قرايب، احنا مش قرايب خالص. ولا جيران ولا نعرف بعض اصلا، احنا قاعدين صدفه. خليتيه يتقدم لك ازاي؟ قلت له تعالى ادخل البيت من بابه. وعملت لي بلوك. ياه عملت له بلوك. قالت لي محمد. قالت لي كده محمد. قلت لها ايه يا منى في ايه؟ قالت لي عايزني ادخل البيت من بابه. قمت فجاه لقيت الصوره اختفت، قلت اكيد شالت الصوره، قلت اكيد ابعت لها. قلت بس يا جماعه انا لازم اخد خطوه بجد. هو كده كده كنت هاخدها والله، بس يعني الحمد لله خدت اول خطوه. يا ريتني ما خدت الخطوه، ده السلم عالي قوي والله يا جماعه، السلم صعب، ده في الدور الثامن. يا عيني يا ابني انت تخس خس 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 خس. لا عندنا دي ما تجي. في واحده بقى كاتبه لنا يعني حاجه غريبه قوي، انتوا اتجوزتوا عن حب ولا صالونات؟
اولا سيبيني انا بعد ده كله احنا اولا لا استني بس انت هتردي رد غلط تقولي بعد ده كله تقولي حب ولا احنا اصلا لسه ما اتجوزناش يا جماعه عامه انت واخده بالك بس عامه يا جماعه اكيد حب طبعا حب حب بعد عذاب والام حب والله بجد يا جماعه الواحد تعب قوي عشان يقعد في القعده اللي هو قاعده دي ويحط المخده كده تعبنا اصلا المهم بقى يا جماعه اكيد طبعا حب حطيت لنا المخده في النص يا جدعان يعني لازم ممكن نجيب مخده ثاني بس ساعتها مش هشوفك دلوقتي في واحده كاتبه لي كومنت كده انا اللي هجاوب عليه كاتبه لي بتقول لي لما قلتي الكراش في الفيديو اللي هو بتاع الجامعة الفيديو اللي هو بتاع اللي كنت هتشقت اللي كنت هتشقت اول يوم جامعه ايوه هو كان الكراش ايوه هو بس ما كنتش قايله له ما كنتش قايل اي حد عشان انا بنت تقلانه ما اقدرش اروح اقول لحد انا بحبك هو اللي قال لي بهزر والله انا اروح بقى لا لا انا بجد يا جماعه انا اتهنت يلا هبنا واخد رد على واخر سؤال بتحبوا بعض من امتى ده اخر سؤال مع انه والله لسه ما جبتش منهم مش عارف هم مين بس بيتفرج على الفيديو اخر سؤال ايه قلت بحب بعض من امتى انت بتحبيني من امتى صراحه بص لا انا هقول باختصار او بطريقه عربيه والله بجد انا مش عارف انا يا جماعه انا مش عارف انا بحب يعني انا ما كانش في دماغي ان انا اصلا ادخل معهد ولا احب ارتبط ولا اي حاجه بس شفتها ما اعرفش اللي حصل يعني ايوه الموضوع ده بتاعك انت بقى من اول ما شفتك امتى انا بحبها يا جدعان من يوم 12/12 حافظ التاريخ بالظبط ده اول يوم شفنا بقى اول يوم خالص اللي هو كنت اول من يوم 12/12 الساعه 4 تقريبا اللي هو شفته مش عارفه والله الساعه 4 انا واثق يا اللي هو اول مره شفته في حياتي اللي هو حتى مش كنا زمايل وارتبطنا لا ولا اي حاجه هو حافظ اليوم كان يوم 12/12 ايوه 12/12 وعمل لي كمان مكتوب جوه كده 12/12 هنا حرف صح بس كده يا جماعه ودي نهايه الموضوع عايزاكم بقى لو وصلتوا لاخر الفيديو تكتبوا لي بنحبكم قوي يعني تكتبوا لي بنحبكم قوي انا هفهم انتوا وصلتوا لاخر الفيديو وهرد عليكم في الكومنتات يا جماعه احنا محتاجين دعمكم بالذات الفتره دي والله بجد عشان احنا يعني بجد مستنيين فعلا دعمكم انا عند ربنا لاي حد تنمر برضو تنمر فبس كده ودي نهايه الفيديو ثانيه سامعك يا نهايه الفيديو باي وبس كده حاطط لكم لينك القناه بتاعت محمد عشان هنزل عنده تحدي لندوي باي مش هتحداك مش شطه لا هتحداني